يلا اللي بعده، اللي عاوز يقطع تذكرة. انا لو سمحت كنت عاوز اقطع تذكرة عم ابو سمبل. طيب يا حبيبي، فين بقى جواز السفر؟ يعني ايه جواز سفر؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي مسافر ومش عارف يعني ايه جواز السفر؟ اقبضوا عليه لو سمحت، اقبضوا. يلا قدامنا على السجن، قدامنا على السجن. لا يا عم ابو سيمبا، انا كنت عاوز اسافر يا عم ابو سيمبا. ايه الناس اللي مش عارفه حاجه دي؟ يلا اللي بعده. يلا يا سيمبا يا حبيبي، دورنا علشان نقطع التذاكر وكمان نختم جواز السفر. يلا بينا يا ماما، انا متحمس جدا. انا لو سمحت. طيب طيب، وريني جواز السفر بتاع حضرتك. اتفضل اهو. تمام تمام، اتفضلي تقدري تسافري. وانت كمان وريني جواز السفر بتاعك. اهو يا عمو. تمام تمام يا حبيبي، تقدر تسافر. يلا مع السلامه. سلام، متشكرين. اهلا وسهلا بيكم، انا هبقى المضيفه بتاعتكم وتقدروا دلوقتي تطلعوا على متن الطياره. متشكرين جدا. ممكن نحط الشنط دي فين؟ حطيها هنا، انا دلوقتي هحطها في الشنطه بتاعت الطياره. متشكرين جدا. انا الطيار اللي هسافر بيكم. مرحبا بكم على الطياره وان شاء الله رحله سعيده. ايه ده ايه ده يا ماما، ده شبه اللي قطع لنا التذاكر. شكل هو بعينه ولا ايه يا سيمبا؟ تقريبا كده يا ماما. دلوقتي لازم تربطوا الحزام، من فضلك اربط الحزام. حاضر حاضر، هربطه اهو. وانت كمان يا حبيبي اربط الحزام. حاضر حاضر اهو. دلوقتي وجبة الغدا هتتقدم لكم، استعدوا. طبعا طبعا مستعدين. يا سلام يا ماما، الاكل هيجي، ده انا جعان جدا. طيب يا سيمبا خلاص، عيب كده. بون ابوتي يا هانم، اتفضلي بالهنا والشفا. مشكرة جدا يا شيف، تسلم ايدك. ايه الاكل الحلو ده؟ بالهنا والشفا. اتفضل يا حبيبي، الاكل كله اللي بتحبه. يا سلام، ايه الاكل الجميل ده يا ماما، انا مش مصدق عينيا. ايه يا حبيبي في ايه؟ هو انت اول مرة تشوف اكل ولا ايه؟ لا يا ماما، ده كأنهم عارفين الاكل كل اللي بحبه. استعدوا دلوقتي علشان الطيارة هتهبط دلوقتي حالا. طبعا طبعا احنا مستعدين وربطين الحزام. الحمد لله على السلامة يا جماعة، تقدروا تنزلوا. يا سلام يا ماما، الرحلة كانت جميلة قوي والطيارة كانت مريحة خالص. فعلا فعلا يا سيمبا. الحمد لله على السلامة يا خالة أم سيمبا. الحمد لله على السلامة يا خالة أم سيمبا، الرحلة كانت حلوة. يا سلام، دي كانت رحلة حلوة قوي، والطيارة والمضيفين كانوا حلوين جدا. طيب خلاص، احنا نروح كمان نشترك في الطيران، في شركة الطيران دي كمان. ايوه عندك حق، يلا بينا. هو انتوا مسافرين؟ ايوه احنا كمان مسافرين. التالي اللي عاوز يقطع تذكرة. احنا يا اخويا عاوزين نقطع تذكرة. ايوه احنا جايين اهو. طيب وريني يا بقرة الجواز السفر بتاعك. اهو يا اخويا، اتفضل. تمام تمام، يلا تقدري تسافري. مشكرة جدا. وانت كمان يا ام ميمون، اهو جواز السفر بتاعك اهو يا اخويا. طيب طيب تمام جدا، تقدروا تسافروا. مشكرة جدا. اهلا وسهلا بيكم، تقدروا تركبوا دلوقتي على متن الطيارة. سيبوا الشنط واركبوا. طيب يا حبيبتي هنركب، يا رب تبقى رحلة سعيدة. اهلا وسهلا بيكم على متن الطيارة، انا الطائر اللي هطير بيكم. طير يا اخويا طير، ربنا معاك ان شاء الله. استعدوا يا جماعة علشان الطيارة دلوقتي حالا هتقلع. خليها يا حبيبتي تقلع. ان شاء الله هتبقى رحلة سعيدة زي الخالة ام سيمبا. حد يلحقني. حد ينقذني، حد ينقذني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي جرى؟ ما تقلقوش يا جماعه، دي الطياره بس اقلعت، وانا بصراحه نسيت اقول لكم تلبسوا الحزام الامن. يا نهار ابيض، وهي دي حاجه تتنسي يا ست المضيفه؟ اهو بقى انا هعمل ايه، مخي دفتر. هي دي الرحله الحلوه اللي قالت عليها ام سيمبا، شكلها كانت بتضحك علينا. تقريبا كده. وجبة الغدا جاية اهي، الشيف جاي. يا سليم ده انا جعانة جدا. بونا بوتي اتفضلي يا هاني. يا نهار ابيض، انت جايب لي الطبق فاضي، هو فين الاكل؟ الاكل انا اكلته. يا نهار ابيض، طب وانا كمان عاوزة اكل، فين الاكل؟ ما انا اكلته. يا نهار ابيض، ايه الرحلة دي؟ نزلوني من على الطيارة دي، انا عاوزة انزل، نزلوني. يا سلام يا ابو سيمبا، الطيارة شكلها حلو قوي من جوه. امال ايه، مش طياره؟ يا تحفه قوي. طيب ان شاء الله تبقى رحله سعيده. مرتاحه على الكرسي يا ام سيمبا؟ ايوه طبعا مرتاحه جدا. لو سمحتم يا جماعه، دلوقتي الطياره هتطلع، البسوا حزام الامان من فضلكم علشان تفضلوا في امان. حاضر حاضر، اكيد هنلبس حزام الامان. البس يا ابو سيمبا حزام الامان. طيب طيب يا ام سيمبا، مرحبا بكم في الطياره، باي. ايه ده يا خبر؟ يا
امسكي نفسك يا مسيب. الوجبات السريعة يلا، مين عاوز ياكل وجبات سريعة؟ ياه انا جعانة جدا، ممكن اخد عصير؟ طبعا طبعا هنا اتفضلي. شكرا جدا. وانا كمان جعان قوي، ممكن اي شوكولاتة كده وبسكوت؟ طبعا يا ابو سيمبا اتفضل اتفضل كمان. لما افتح كده ده انا جعان جدا. ايه ده الخبر ده؟ فاضية يا عم، ما فيهاش حاجة. اما اشرب العصير. يا خبر دي فاضية. ايه ده دي فاضية خالص. نم 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 نم، ده طعمه لذيذ جدا. يا انا بطني وجعاني قوي كده ليه؟ انا لازم ادخل الحمام دلوقتي حالا. ياه انا بطني وجعاني قوي، لازم ادخل الحمام. ايه ده ايه ده، المغص جالي، يا ريتني اخدت البرشامة. ياه انا بطني وجعاني قوي، لازم اسيب الطيارة دلوقتي واروح الحمام. يلا يا اللي جوه اطلع بقى يا ابو سيمبا، يلا اطلع. حاضر حاضر. في ايه؟ يا خبر ابيض، هو مش انت الطيار؟ ايوه. في ايه؟ طيب ازاي تسيب الطياره كده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الحقنا يا عم الظابط. يا خبر، هو انت سبت الطياره يا عم؟ ايوه سبتها علشان ادخل الحمام. يلا يلا بسرعه ارجع تاني، الطياره هتقع. الطياره هتقع، الحقونا الحقونا الطياره هتقع. يلا ارجع بسرعة. الحمد لله الطيارة رجعت تاني. الحمد لله. ياه ده كان هيقع بينا ده ولا ايه؟ هو انا ادخل الحمام شوية؟ ايه اللي بيحصل هنا يا ام سيمبا؟ الطيار رجع علشان ياخد يدخل الحمام وساب الطيارة لوحدها. انا مش عارف ايه الطيارة اللي في كي جي وان اللي جايبينه لنا ده. يا سلام، هتعمل ايه دلوقتي يا ابو سيمبا علشان تسلي نفسك؟ هشرب كوباية القهوة الجميلة دي، يا سلام طعمها لذيذ. طيب طيب انا دلوقتي هشوف لي حاجة كده اعملها. يا سلام ناكل دي كمان، نم نم نم، واكل دي كمان، نم نم نم. ياه انا زهقان جدا، لما اروح العب ماتش كوره شويه. تي هي جون، تش 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 جون، هي العب بالدبدوب بتاعي. ايه كتكوت احنا الفرخه، بيب 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 بيب. يا خبر ابيض، مش هو ده الطيار؟ ايوه فعلا ده قاعد يلعب بالدبدوب بتاعه. يا نهار ابيض، الحانه يا شورتي الحانه الحانه. يا نهار ابيض، الطياره هتقع بينا يا عم. يلا يلا الطياره هتقع، حد الحانه الطياره هتقع. يلا يلا بسرعه ادخل ادخل، اركب بقى وسوق بقى الطياره. حاضر يا عم. الحمد لله رجع تاني. ايوه ده كانت هتتقلب بينا. بيب 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 بيب. واو اقوى بار، انا لازم دلوقتي حالا انزل. ماما غدا بتحبكم جدا، لو عجبتكم حلقه النهارده اعملوا لايك للصباع فوق، وكمان اعملوا اشتراك واستنونا في حدوته جديده.